هاي صحيفتك اقراها يوم القيامة، تشوف الصحيفة أعوذ بالله سودة، صحيفة سوداء كالحة، فيها سب الصحابة، فيها اتهام الله عز وجل، وفيها سب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ترك الصلاة، فيها ادعاء العصمة للأنبياء، ادعاء العصمة عفوا للأمة، أن عليا هذا معصوم من الغلط، الحسين معصوم من الغلط، الحسن معصوم من الغلط، زين العابدين معصوم من الغلط، نعش إمام، احنا ما عندنا معصوم إلا رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قل موتوا بغيظكم، اي والله ما في معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ثأر الدراجة، أنا ما سبه، سبني وادعى أنك أنا ما سبه، لكن هذا إنسان يعني ماذا أقول عنه؟ سبحان الله، إذا يفضل كربلاء على الكعبة شو تقول عنه؟ هذا تكلمه، هذا تناقشه، بناقش الشيخ مصطفى العدوي، قال أنت أيهما أفضل عندك، كربلاء ولا الكعبة؟ قال كربلاء. قال أنت يعني ثائر، أنت شارب يعني، أنت صاحي فيك مينون هوس، ما في مسلم يقول بأن كربلاء أفضل من الكعبة. والله عندي حبيتي في روايات كثيرة عن هذا الموضوع، السحي أقولها، السحي أقولها، أي والله والله أخجل أقولها في بيت الله عز وجل، أن الكعبة هي كذا 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 لآل البيت. الله، الكعبة المشرفة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. الله، شيء عظيم الكعبة، لا حرمة عظيمة، صلاة فيها 100,000 صلاة. هذه عند بعض الناس، عند الرافضة كذا كذا لآل البيت، وهذا قالوها طبعا بالواتسابات، يعني استغفر الله، استغفر، نعال لآل البيت. في مسلم يقول هذا القول؟ زنديق، كافر، ملعون، خبيث. أنا والله ما أسب، لكن قسم علي نصف هذا الإنسان، درسنا عن كظم الغيظ، شو نقول عنه؟ نقول عنه جاهل؟ لا. سفيه؟ لا، هذا مو سفيه، هذا عاقل. له يقولون يعني أخي هي الطفوف، فطف سبعا بمغناها، فما لمكت لمعنى مثل معناها، هي الطفوف كربلاء، فطف سبعا بمغناها، فما لمكت لمعنى مثل معناها، أرض ولكنما سبع شداد دادت لها، دانت لها، أرض ولكنما سبع شداد دانت لها، وطاطا علىها لأدناها. شلون؟ قال لي نعم، سأل هذا يقول أن، وهذا طبعا عقيدتهم، أن كربلاء أفضل من بيت الله عز وجل. شنو الدليل؟ المعصوم قال، والله هذا القرآن العظيم، أن المعصوم ما قال، هي معصوم، معصوم طبعا نبينا محمد ما قال أن كربلاء، ماذا فيها؟ قبل حسين، سيدة زينب، أو فلان بن فلان، أو فلان، قبور يا أخي، هذا قبور الله يرحمها سبحانه وتعالى، لها يوم القيامة مكانة عالية إذا ماتت على هدي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أما انتفاع فيها، تلمسها، تحسسها، تقبيلها شرك بالله أو بدعة حسب نية العبد، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كظم الغيظ أحبتي بشيء عظيم، خلق عظيم،
من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر. النتيجة دعا الله سبحانه على رسل الخلائق فلان ابن فلان، حتى أن الله سبحانه يخيره من حور العين، يزوجه منها ما شاء.